بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في عمد ممددة فجعلهم كعصف مأكول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويمنعون الماعون إن شانئك هو الأبتر لكم دينكم ولي دين فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا في جيدها حبل من مسد ولم يكن له كفوا أحد ومن شر حاسد إذا حسد من الجنة والناس يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو
وللذين آمنوا هدى وشفاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في عمد ممددة. فجعلهم كعصف مأكول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويمنعون الماعون. إن شانئك هو الأبتر لكم دينكم ولي دين. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في جيدها حبل من مسد ولم يكن له كفوا أحد. ومن شر حاسد إذا حسد. من الجنة والناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. وعلى آله وصحبه وسلم